وفاء، وفاء عامله لنا ايه؟ عامله لنا ايه وفاء؟ عامله لكم سمائيه. دي بالسماق اكيد. بالسماق طبعا واللحمه، وهي كنافه عربيه بعين أوكي. الجمل. انا افتكرتها الاول بسبوسه. لا هي بال لمده ثانيه كده. بسبوستهم في الشوام بيقولوا عليها كنافه. اوكي. لا بسبوسه زي كنافه الجبن في لبنان، انه حلاوه الجبن. حلاوه الجبن. لا غير حلاوه الجبن، في كنافه الجبن اللي هي احنا بنسميها العثمانيه هنا. لا تبقى زي البسبوسه وجواها جبنه. لا دي حبيبتي دي كنافه. ايوه كنافه نابلسيه قصدك. والله العظيم كنافه الجبن. لا الكنافه كمان داخلها جبنه. كنافه الجبن ايه؟ وبتتعمل من السميد بتاع البسبوسه بتاعنا. بس دي لا انا عارفه لبنان عارفاها. لا هي كنافه عربيه من نفس خامه الكنافه بس فيها عين جمل. لا الكنافه اللي هي الشعر الطويله. طب استني بقى، فيها يعني شوعتيني عين جمل وقرفه وجوزتين. خدي يا سوسو. مش عارفه اكل ايه ولا ايه. طيب مالح وحلوب. دوقي دي، ما فيش زيها اصلا في العالم، يعني مش هتلاقي زيها في العالم كله اصلا. لا اول مره. طيب شكلها حلو. حلوه قوي. اتحداكي لو لقيتي زيها في العالم. مش العالم كله. العالم كله تهبل. لانها دلوقتي احنا عندنا قدامنا حنه. فاحكي لنا بقى عن الطقوس الحنه في فلسطين. الحنه ايام اجدادنا كانوا قبل الفرح بسبعة ايام بيقيموا الافراح وال برضه سبع ايام زي تونس. يعني هذا احنا بس اللي لينا. هذا ايام الاجداد زمان. يعني كان بيقيموا الافراح والغنى والرقص خلال السبع ايام قبل الفرح. طبعا مع التطور والحياه والارهاق، يعني كان بيكون شيء مرهق سبع ايام يعني. اكيد. فهلا صار بس ليله واحده بتكون ليله الحنه قبل الفرح. طبعا زي ما العروسه بتفرح في ليله الحنه، العريس نفس الشيء بيحصل له حفله وليله حنه وبيتحنى وكل شيء. يعني زي بالظبط بيحط حنه على ايده. بيحط على ايده طبعا. بتبقى نقشه معينه ولا بس بيحطوا له كده يا دوبك انه نقطه؟ لا يعني بحطوا له الحنه هنا هيك وبقفلها، بتصير من هنا محنه يعني. اوكي. بس زي ما بتنعمل طقوس حنه للبنت بنعمل برضه طقوس حنه للعريس. بتعرفي ايه سبب الحنه ان بتعمل بتجيب خير ليه الحنه؟ الحنه طبعا هي من اجدادنا اخذناها، يعني احنا في حاجات كتير في التراث مش بنعرف لايش هذه بيتوارثها الاجيال. يعني في اغاني معينه في التراث الفلكلوري ما بنعرفش مين مؤلفها. هاي بتتوارث، حضاره بتتوارث. صحيح. زي الامثال الشعبيه، الامثال الشعبيه برضه نفس الشيء ما بنعرفش مين اللي كان قالها. هذه شيء في التراث والفلكلور. اوكي. بعد ما بيحط هو الحنه بقى. هي لا يوم الحنه ام العريس بتعمل الحنه بتجبلها وبيزفوها. انت اللي عامله الحنه بنفسك؟ بيزفوها وبياخدوها بزفه على بيت العروسه. بياخدوا الحنه بزفه على بيت العروسه، بياخدوا لها العود والمسك والياسمين. الله. وبياخدوا لها اياه. انا فتحت ده وريحته تحفه. خديها هو من غير ما اقرب يعني. خدها. ده ايه؟ مبروك عليك. ده ياسمين طبعا، الاسانس بتاع الياسمين. بينعمل بشويه بكريمات وبتندهن فيها العروسه وتبقى ريحتها كده مفحفحه. وعود طبعا. وكل هذا بتاخده ام العريس وبتروح على بيت العروسه بزفه. طبعا هي بعد ما تودي لهم الحنه بترجع تاني على البيت، هي وجيرانها واصحابها وقرايبها بيجوا بيطبخوا السمائيه. اللي هي دي بقى. اللي هي دي. بيكونوا طبعا عايزين نشوفها بقى دي. بيكونوا طبعا دبحين يعني كل واحد حسب امكانياته. غنم، عجل، خروف، ايا كان، كل حد برضه حسب امكانياته. بيطبخوا السمائيه. كل ده على حساب العريس ولا على حساب العروسه؟ ام العريس بتطبخ وام العروسه بتطبخ. يعني الاثنين بيشتركوا. طيب الحمد لله. انا كده اطمنت. نفكر في فلسطين. انا شايفه كده. انت مكلف، انت عندك ولاد، البنات عادي تتجوز تونس. يا سلام. اهلا اهلا. دي ايه فيها ايه بقى؟ هي عباره عن بصل وسلق ولحمه وسماق، بنغلي السماق وبنحط عليه دقيق ومنحطه على الخليط وبنفضل نقلب فيه لغايه ما يتخن يصير بهذا الجمل. اوكي. وفي دقه بنحط لها مخصوص ريحتها بتفحفح كل المنطقه، كل الحي، يعني كل الناس بتشم ريحتها. دقه شيء اسمه عين جراده، و
عين جراده وتومه وانا عايزاكي تدوقيها بالعيش. هدوق طبعا. اتفضل يا سامي. طب انا حته وانت هدوق طبعا لسه حالا مخلصت. طبعا بيكون ليها طقوس السمائيه، طبيخ السمائيه قبل الفرح بيوم بيكون لها طقوس مبهجه جدا على انغام الطبل والمزمار والدبكه، والرجال بيكونوا ماسكين الكوفيه هذه وبيزفوا العريس، والعروسه اهلها وصحباتها وجيرانها برضو بيزفوها. بيبقى الافراح موجوده هنا وهنا. الله. والحنه بتبقى ستات ورجاله؟ لا، ستات لوحدهم في بيت العروسه والرجال لوحدهم في بيت العريس. وفي الاخر اخر يوم بيتجمعوا كلهم؟ لا خلاص بقى، ثاني يوم بقى، ثاني يوم تاني فرح عادي. اوكي حلوه. ايه رايك؟ جدا دوتيها يا سالي؟ طبعا. وطول ما هم بيطبخوا السمائيه وهم بيزغرتوا بيغنوا لام العريس. في اغاني معينه مثلا، اغنيه مرتبطه بليله الحنه؟ اكيد طبعا، اغاني من الفولكلور الفلسطيني القديم تاعون اجدادنا. يعني كل الاغاني بتكون معناها فرحه لام العريس. ويا عريس ونحنيك ومبارك الحنه على كمه، يا ريت هالحنه مباركه على امه، نجبل الحنه بالهيل، يا ريت الحنه مباركه على هالعيله. يعني وبرضه بيتكلموا برضه على ام العروسه، برضه سواء ام العريس وهي بتطبخ الحنه بيشيدوا بالنسب وبالعروسه اللي هم هياخدوها. يعني من خلال طبعا الاغاني، من خلال الاغاني. ولكن الجهاز بيكون على مين بقى؟ على العريس ولا لا؟ يعني في هناك طبعا عادات وتقاليد في بعض الدول العربيه، يعني نفس. لا انا قصدي في فلسطين. في فلسطين العادات والتقاليد انه العريس بيدفع مهر والعروسه بتاخد المهر وبتشتري فيه جهاز لها وذهب، وهو طبعا هو اللي بيجهز البيت والحاجات دي، بس عشان انا عندي ولاد. احنا غلابه، احنا